تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 مع أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة وسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة. وأعرب جلالة الملك المعظم يده الله في البرقيات عن أطيب تهاني وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بوافر الخير واليمن والبركات.